فين، ايه هي وايه هي اعراضها، وليه احنا الايام دي بنشوف كتير من بعض الاشخاص عندهم موضوع النزيف دوت وبيعانوا منه. يا ترى ليها علاقة بايه؟ يا ترى ليها علاقة بطبيعة التغذية بتاعتنا؟ يا ترى ليها علاقة باسلوب حياتنا اللي اتغير؟ ايه بالظبط اللي اتغير في عاداتنا في تناول الاطعمة خلانا نأدي للمشاكل دي؟ ويا ترى بدايتها على طول نزيف ولا بتيجي بدرجات؟ يعني بتيجي الاول بوجع وبالام وبعد كده انتفاخات وحاجات زي كده وبعد كده بتأدي للنزيف. هنعرف تفاصيل اكتر اكيد، مش انا اللي هكلم استاذنا اللي دايما بينورنا ونبقى سعداء بوجوده، استاذ الدكتور محمد كمال زغلول، استاذ امراض البطنه والكبد والجهاز الهضمي. اهلا بيك يا دكتور، دايما بتنورنا ودايما سعداء بوجودك. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور، بجد بنبقى يعني حلقه ممتعه مع حضرتك. الله يخليك. فبالنسبه بقى الموضوع ده، الموضوع ده مهم وعايزين نفهمه يا دكتور، ايه هو علاقه الشرج بالمستقيم وايه هي الامراض اللي بتصيب الموضوع ده، وعايزين نعرف الاول الشكل التشريحي بتاعهم وازاي هم مرتبطين ببعض وازاي هم كمان بيأثروا على بعض. تمام. هو نبتدي الاول بالتركيب التشريحي. هو الجهاز الهضمي منقسم لتلات اجزاء: الجزء العلوي اللي هو الفم والمريء والمعدة والاثنى عشر، والجزء الاوسط اللي هو الامعاء الدقيقة اللي هي الستة متر التمانية متر، والجزء الثالث اللي هو القولون، اللي هو القولون الصاعد والمستعرض والنازل وفتحة الشرج والمستقيم وبعدين فتحة الشرج. النهارده هنتكلم على النزيف اللي هو الشرجي وازاي بيحصل وايه اسبابه. هي يعني نتكلم الاول على اهم اسبابه، وهي طبعا هي في ايدينا كلنا، لان هي كلها بترجع لكذا حاجه احنا ممكن تكون سلوكياتنا فيها خطا في التغذيه مثلا او حاجه. فهي اول حاجه التغذيه الخطا اللي هي ايه، بتبقى بيركز في حاجات معينه، سواء بقى دهون او سواء سبايسي او سواء حاجات مهيجه لجدار القولون. وفي بقى الجانك فود والحاجات ديت برضو مهمه جدا، انها هي برضو اسباب كتيره قوي من اسباب امراض القولون، لان طبعا بيبقى الحاجات اللي فيها مستعجله وخامات بسرعه وطهيها بيبقى في بعض الاحيان مش صح. يعني بتبقى من كتر الزحمه على الحاجات ديت بتبقى يعني بيدي حراره عاليه، فبتحول حاجات بعضها متأكسد طبعا. فبتعمل مشاكل كبيره، وهو يعني بتبقى متداريه بقى في التوابل وفي الحاجات ديت. أيوة. والكلام ده كله. والتوابل ذات نفسها يا دكتور، يعني اجدادنا زمان او اهالينا بتوع زمان ما يعرفوش غير الكمون والملح والفلفل الاسود بس. يعني بقى ما سمعوش عن ورق اللورا والحبهان والكركم والمستكة. لا، ما كانش الحاجات دي يعني متواجده بشكل كبير جدا. لا دلوقتي في اكتر من كده كمان، في حاجات طبعا خالص. خولونجين بقى والحاجات اللي هي الحاجات العربيه الجميله اللي بيستخدموها. فهو ده يعني يمكن اكتر حاجه سبب للامراض بتاعت القولون وبتاع. زائد النباتات النهارده او المزروعات النهارده التسميد والري بتاعها مش مظبوط، يعني بيبقى فيها حاجات برضه حاجات مش كويسه، والري بيبقى ساعات بيبقى في ميه صرف صحي او حاجه، فدي ليها مشاكلها برضه. لما بتاخدي حاجه اورجانيك، يعني لما بتاخدي حاجه وطبعا هتبقى غاليه جدا طبعا جدا طبيعي. مش مقدور الناس. لا خلينا نتكلم على الحاجات المتوفره اللي بتجي الناس، يعني هتلاقي الدنيا مختلفه طبعا في القولون وفي الكلام ده كله. واخد بال حضرتك؟ يعني الكيماويات اللي بتبقى موجوده في الاطعمه نفسها بتاثر يا دكتور. طب ليه مش مفروض ان احنا لما تتعرض لحراره معينه بتفقد هذه السموم؟ لا ده ممكن تتحول لحاجات العن منها. معقوله؟ لا انت الكيماويات دي كلها يعني اغلبيتها سموم، مش حاجات كيميكالز دي. لا، في حاجات تغليها مع حاجات زي المانجا. اغلبيه الناس اللي اكلت مانجا السنه دي دكتور برضو بيعانوا من مشاكل ووجع في القولون، وكتير يقول لك انا اكلت المانجا حاسس بارتجاع جامد، حاسس ان في حاجه في بطني غلط. يا ترى دي ليها علاقه برضو بالسماد او بالتلوث البيئي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ ليها علاقه بالمبيدات اللي هم بيرشوا بيها، وليها علاقه تانية بيبقى في قبل الموسم بمثلا شهر او حاجه، بيبقى في بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير بيحقنوها مواد تصفرها
ايه ده، تساعد انها تستوي تساعد بسرعة. انها تصفر وهي من جوه حادقه، ف ايوه دي صح، بتبقى نوع من الغش يعني، فده برضو بيعمل ليه تأثير حتى طبعا ضار بتبان على جدا يا الطلاب. دكتور في الافتر تيست، يعني مجرد ان انت تاكلها وبعد كده تلاقيها مسكرة، وبعد كده مجرد لحظات تلاقيها مررة، ويفضل المرارة دي في بقك، مرشوشة دي كده مرشوشة مرشوشة. مرشوشة اه، يعني هي دي فيها أمانة بقى من الراجل الفكاهي اللي حضرتك بيجيب منه أو حد بيجيب منه، إن هو بيجيبها من مصادر يعني إيه غير محترمة موثوق شوية، منها. أه موثوق منه، ولو أغلى شوية مش هتفرق، بس ما يعني بس على أنا الأقل هصرف أكتر من اللي أوفره. بالظبط، دي حقيقة أه ناس كتيرة ابتدت تشتكي من الموضوع ده. فدي كلها عوامل بتخلي الأمراض القولون بقت منتشرة، وبقينا بنشوف منها حاجات عجايب دلوقتي يعني. بالنسبة لل يعني حكاية نزيف القولون ده يعني في الفترة الأخيرة ديت شفنا كمية حالات يعني، يعني مش متخيل إيه ده. اه طبعا، يعني اكيد حضرتك بتشوف دوت في العيادات في المستشفيات، اكيد بيجيلك كتير قوي عمليات مناظير، عمليات مناظير بسبب القولون. طب انا معلش قبل ما اخش على النزيف، وبالذات النقطة دي برضو مهمة، يا ترى بتبقى زي ما احنا بنقول الحاجة بتيجي في اولها، يعني ايه وجع، الام، مغص، امساك، صعوبة في ال في التبرز. اه اه يا ترى هي بتبقى البداية كده، ولا البداية على طول بتيجي خطيرة نزيف؟ لا 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 لا، هي البدايه بتبقى ليها شويه مقدمات كده، بس مش كل واحد يعني هتبقى بطنه بتوجعه او كده هنقول له لا لازم تروح تعمل منظار قولوني طبعا، طبعا الدكتور لا ما بترعبه اكيد. وبتضايقه وبتاع. هي الفكره ايه؟ بتبقى الشكوى مستديمه، قعدت مثلا 3 اشهر 6 اشهر ورايح جاي وينزل بليل المستشفى من الألم، يتركب له مثلا مسكنات ومحاليل فيها مسكنات وكلام من ده، بيقعد يعني بيقعد في القصة دي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فانت في الآخر لا انا مش هعمل المنظار، طب خلاص ماشي ما فيش مشكلة، طب بس انا الإشاعة يا عم، الإشاعة دي ما حاجة هو قديمة توضح. وما بتبينش قوي زي المنظار، يعني المنظار بخش اشوف ايه اللي جوه. ففين لما بقى ولا بايه؟ حتى أشعة الرنين يا دكتور؟ لا اشعه القولون ليها عليه حاجات معينه مش كل مش الايه. كل بالذات القولون، لا يعني مش كل ال هو دلوقتي بقى كمان عندنا المنظار اللي هو بالموجات الصوتيه، اللي هو بيشوف الجدار نفسه السمك بتاعه فيه ايه من جوه، اه يعني لو يعني في مش بيشوف نتوءات يعني، يعني لحميه. المنظار العادي بيخش بيشوف اليومن من جوه اللي هو اللي انا ماشي عليه اللي هو التجويف بس، ايوه لا ده في منظار موجات صوتيه بيشوف السمك ده كمان، كمان. الطبقه دي ايه فيها ايه، الطبقه دي فيها ايه، الطبقه دي فيها إيه؟ ده يعني ده حاجه نازله بقى لها كذا سنه جديدة يعني، اه دي جديده وبقى لها كذا سنه نازله، وبتطلع لنا حاجات كمان يعني لسه ما ظهرتش يعني. بص يعني مثلا القولون كده اه في حاجه بتبقى في من بره دي اللي بتبان في الاشعاعات المقطعيه والرنين والكلام ده، وفي حاجه بتبقى في الجدار نفسه بتاع القولون الوول نفسه دي اللي بتبان بالمنظار الموجات فوق الصوتيه، وفي حاجه بتطلع لنا جوه بقى واحنا داخلين بالمنظار بنشوفها اللي هي في اليومن اللي هو التجويف بتاعه اللي هو ده، دي اللي بنشوفها بالمنظار اللي هي العادي، اللحميات ولا النتوءات اللحميات او الاورام او النتوءات او الـ او او الـ الكياس. او الاكياس او الزوائد القولونيه. ايوه هي ليها مسميات كتير. طب هما المسميات دي هي مسمى واحد ولا لا، ده كل حاجة ليها نوع وكل لا حاجة ليها اسم دي مسميات لحاجات مختلفة. مختلفة. اه اه التكهفات دي زي ما يكون القولون جداره ضعف فعمل نتوء لبره كده، تجويف. حتة تجويف لبره، اه واخد بال حضرتك؟ اللحميات دي زيادة خلايا خلايا جوه اه بتطلع زي على ايد عنب جوه، ايوه وبنشيلها بالمنظار. بالمنظار بسنير بحاجات ونك ومكانها او ندبس مكانها كده، ودي بتبقى برضو من الحاجات الخطيره لانها لو اتسابت بتقلب لأورام. لاورام خبيثه اه لازم تتشال. فاي كلمه نزيف من الشرج ديت في نوع من النزيف، في نزيف ايوه هينزل لك يقول لك انا شفت في التواليت البراز دم احمر، ده مش ده كده ثبتت الرؤية يعني خلاص مش عايزين نعمل لك لا تحليل ولا أي حاجة. في حاجات تانية تلاقي المريض جاي لك بأنيميا، تعملي له حاجة اسمها دم مختفي تلاقيه إيجابي، دم مختفي اللي هو مبانش إلا بالميكروسكوب،
يعني بياخد عينة براز. طول براز وبيشوفها في الميكروسكوب، بيلاقي فيها خلايا دم حمراء، خلايا دم مختفية، ده بنقول له بوست. وفي تحاليل تانية في برضو في البراز متقدمة شوية، بتبقى بتبين برضو ايه ان الناس دي بتنزف اقل اكتر كمان من الدم المختفي، حاجات يعني بداية امراض مش كويسة في كذا تحليل. حتى كانوا عاملين مبادرة قريبة في المعامل في المختبر، لسه كانوا جايين عاملين مبادرة في المعمل، بيعملوا تيست في البراز يكتشف هيجيله ورم في القولون ولا لا، بس بيسأل الأول شوية كويستشنيرز كده أسئلة على أساس إيه. بالظبط، لو ودي ليه مبادرة عامل من الدولة، رأي يعني الدولة بالظبط. الله مستهدفة حلو قوي. الناس ديت، ناس وبياخدوا يسألوهم أسئلة اللي هي زي إيه مثلا، حد في عيلتك جاله كانسر قولون، حد مثلا قبل كده عمل مشكله في كان مشاكل كبيره في القنفذاله بتاعتكم، حد جالك قبل كده نزيف قبل كده، السن كام، الهابتس بتاعتك ايه، في شويه كوستيونير كده بيلاقوا مستهدف بيعملوا له التست، لان التست ده مكلف شويه. ايوه، وبالذات ليه علاقه يا دكتور بكمان اللي اقل من 50 سنه. يعني بيقول لك دايما اللي اقل من 50 سنه ويظهر عليه العلامات دي، ده كده مؤشر ان في هيستوري في العيله ان كان عندهم، ويمكن زمان ما كانوش مكتشفين موضوع المناظير، ما كانتش موجوده زمان، فيمكن كان عندهم في الهيستوري في العيله وما كانوش مكتشفين مثلا سبب الوفاه، ان ممكن يكون كان في كانسر في القولون، كان في مشاكل في القولون. لا، ما كانش فيها وسائل بالظبط تشخيصيه تشخيصيه حديثه حديثه. زي تمام الموجوده حاليا دلوقتي. بالظبط. هو دلوقتي كمان الواحد بقى بيشوف البنات الفيميلز دلوقتي اللي هم مثلا ما بين 25 و35، منتشر فيهم اللي هي القرح بتاعت القولون والمرض اللي اسمه كرونز دوت، بكميات يعني كرونز. باعداد كتيره يعني دلوقتي كومن قوي في السن ده. ليه بقى يا دكتور؟ ليه يا ترى؟ دي ليها علاقة بأسلوب حياتنا، بطبيعة زي ما حضرتك قلت في البداية خالص، الحاجة النقطة المهمة التغذية بتاعتنا. ما هي يعني هي بتبقى برضو يعني نسبة كبيرة منها في التغذية بتاعتنا، ونسبة برضو بس أقل شوية اللي هي إيه، بتبقى وراثية. يعني طبعا البنت في السن ده تكون اتخرجت بتشتغل، ايوه طبعا كل أكلها من بره، لأنها بتخرج مثلا الساعة 8 بتيجي صح. الساعة 5 6، فكل الأكل بيبقى خطف من بره، سريع، وجبات سريعة. سريع من بره، وبيبقى فيه مشاكل طبعا، غير بقى الهابتس اللي هي مثلا ايه، فنجانين قهوه، فنجان النقطة نسكافيه، في دي بيبسي، مش عارف ايه. النقطة دي أنا كنت لسه هسأل حضرتك عليها، وبالذات إن برضو قالوا مشاكل القولون ليها ارتباط كلي وجزئي بموضوع الكافيين الزيادة والقهوة المذابة والقهوة العادية وكل ما هو حديث، وبالذات القهوة المذابة. قال لك الخطورة كلها في القهوة المذابة، عشان دي حاجة مصنعة، مش حاجة زي القهوة التركي اللي احنا بنسميها، اللي هي جاية بتتطحن وعارفين مصدرها وفيها برضو بعض التوابل وبعض الحاجات. فيا ترى فعلا ان احنا تعودنا، وبيقولك بره ما فيش حاجة اسمها، في يعني في اسبريسو وفي حاجات زي كده، لكن بس ما فيش لا، ما فيش المذابة، ما فيش المذابة. يعني دي حتى مش موجودة ولا في كافيهات ولا في لا لا محلات لا ولا لا لا الكلام لا. ده. هنا بقى في كمان في حاجة في الأكل كمان، بقوا بيخلطوا حاجات على بعضها، يعني مثلا يعني تلاقي مثلا أنا سمعت في حد بيعمل مثلا فطير بالعسل بالشطة. طب بس دي يعني موجودة بره يا دكتور، وبقالها فترة من الزمن محلات لا، الشوكولاتات انت جايبك فيها مين اجانست بعض اجانست يعني؟ ايه ده، بيحط ملح، وفي شوكولاتة بتبقى بملح. ده في بلجيكا والحاجات دي كان دايما في محلات بتاعت الشوكولاتات فيها فليفرز بنكهات غريبة وبنكهات غير المعتاد عليها، يعني شطة فعلا وفي شوجر شطة بسكر بعسل ايوه فاكر؟ في اللي هو النقيض بتاعه موجود في نفس الفليفرز بتاع الشوكليت نفسها، فيعني حاجة غريبة بصراحة. فطبعا التخاريف في الاكل وفي الكلام ده كله، وفي خلطات القهوه وفي خلطات دلوقتي، في ناس بتخلط مثلا الـ القهوه بحاجات معينه كده طب ده الاكل رسمه. بيحط عليه يا دكتور بن، ده عشان الحاجات بقى اللي هي التدخين، وبتخش بدرجة حرارة مثلا بتقعد بال 12 ساعة تطبخ، وبخار او الدخان بتاع الاخشاب انواع معينة، تمام. ما هو تغيير النمط بتاع الغذائي. الغذائي دوت
انت ما انتش عارفه هيعمل ايه جوه في الجدار، الجدار واخد على حاجات معينه ناتشرال، انت غيرت الطبيعه بتاعته خالص، فابتدت الدنيا. ما هو ده برضو جهاز وله هرمونات وله طبعا افرازات وله انزيمات بتتفرز بناء على تنبيهات من حاجات معينه. امال بقى الجديد يا دكتور، واللي احنا بقى مش عارفين احنا العلم هيوصل لغايه فين بينا، وده حاجه تبقى مؤذيه. امال بيعملوا دلوقتي انسجه للحمه، يعني ما تبقاش لحمه، يعني اخدوا اللحمه وعملوها وصنعوها بالكمبيوتر، يعني عملوا لها انسجه وعملوا لها حاجات ما اخدوهاش، يعني ده لعبوا بقى فيها من نظام الذكاء الاصطناعي والكلام اللي بالظبط. هم بيعملوه ده دلوقتي، بيتعمل هذا الكلام. بس طبعا ده على مدى لسه الابحاث والحاجات دي هيطلع بقى اضراره ايه ومنافعه ايه ومضاره ايه والسايد افكت بتاعته ايه، هيطلع ليه كلام تاني يعني. ده يعني ايه، مش موضوعنا يعني. ايوه مش موضوعنا، بس يعني انا بقول احنا يعني يا جماعه ما نمشيش ورا التطور ده، التطور ده هو اللي بيودينا بعد كده لحاجات فعلا احنا ما كنا. اكيد حضرتك ما قابلتش قبل كده زمان ان 25 سنه و35 سنه بتجيلك حالات فيها كانسر او لا اللي هو دلوقتي فيه، دلوقتي فيه وبتيجي برزنتيشن مختلف تماما يعني. ساعات ما تجيش بنزيف شرقي، نعم كمان بين رهيب جدا، وجع والام. والام وبتاع، والام ونازل طالع نازل طالع، مسكنات محاليل مستشفى مش عارف ايه، وبعدين توب في الاخر تعمل له منظار تلاقي مصيبة سودة جوه كبيرة كبيرة جوه، وفي درجة تانية او تالتة تنفع جراحة او ما تنفعش حسب بقى ايه. تواجد المكان فيها لا حتى البرزنتيشن دلوقتي بتاع العيان اختلف. كمان. اه طب دكتور احنا اتكلمنا عن الاكل، اتكلمنا عن التغذية، اتكلمنا عن الشرب، ما اتكلمناش بقى على الحاجات اللي ساعات العمليات بتعملها. يعني انا عايزة ارجع لنقطة بجد، اقدر دلوقتي في ناس، يعني احنا بقى لنا كام سنة بنسمع عن تدبيس المعدة، قص جزء من المعدة، مش عارفة ايه اللي هي الحاجات العلاجية للسم المفرطة. بس نيجي في الاول وفي الاخر دكاترة البطنة يقول لك لا، حاول ان انت تمشي على نظام غذائي احسن بكتير من ان انت تقص اجزاء. يا ترى برضو وصلنا دلوقتي في المرحلة دي من بعد كام سنة بقى العمليات دي فعلا برضو جابت نتائج سلبية على القولون والمستقيم والشرج؟ هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو انت طلعت فوق دلوقتي على المعده والتكميم والكلام ده كله، هو يعني هي في سمنه مفرطه اللي هي بقى اللي هي اوفر ويت، مش واحده مثلا زي داري مثلا 15 20 كيلو تروح تعمل عمليه زي كده، ده طبعا يعني جريمه في تحريف حق نفسها يعني، طبعا حق نفسها هي، طبعا اكيد واخد بال حضرتك. هي طبعا الجزء اللي اتقص ده هو له فانكشن، وقد تكتشف كمان 100 سنة من إفرازات لفيتامينز، لامتصاصات فيتامينز، لأنزيمات، لهرمونات، لحاجات كده. فالجزء اللي اتقص ده طبعا بيؤثر، والإيم كله إيه؟ إن أنا آكل قليل. طيب طب ما أنا أحترم نفسي من الأول واكل قليل. وآكل قليل، لكن في ناس اللي هي بتبقى اللي هم اوفر قوي ال 200 والاشكال ايوه دي بالظبط. ممكن الحاجات دي تفيدها، لو هم بره حتى ما بيعملوش الحاجات دي، لما احنا هنا واخدينها يعني عمال على بطال. صح وبعدين ليها ايدج معين. ايوه سنه معين دلوقتي لا ما يعني انا جاي لواحده مثلا سنها 68 سنه وعامله تكميم، قال لها عشان مفاصلك وعشان الست يعني ما استفادتش باي حاجه، قلت لها معلش يعني اللي عمل لك ده سوري يعني مش كويس، وانت ازاي انت تقبلي في سن زي ده تعملي حاجه زي كده في مخاطر ومتبهدله. عليها متبهدله، اكيد اكيد. عماله تاخد في فيتامينز وعماله ترجع وعماله تعمل، متبهدله بهدله سودة. طب يعني ما حدش فهمك كده؟ قال له لا ده قال لي هتريح رجليك وهتريح قلبك وهتريح السكر وهتريح فتبقى يعني مش لكل مش لكل يعني لأعمار ليها عمر معينة معين، بالظبط. ليها وزن معين، ليها شكل معين، انما بالطريقه اللي هي ماشيه بيها كده اللي زي ده اللي 5 كيلو 10 كيلو عايزه تروح تعمل ده، طبعا يعني ايه جريمه في حق نفسها. جريمة في حق نفسها. طب ارجع تاني دكتور لبرضو بعض الامراض كده، ودي يمكن برضو ليها رجعة شوية موضوع التغذية بتاعتنا، زي مثلا جرثومة المعدة، الديدان والكلام ده، ليها برضو عدم علاجها يؤدي للنزيف المستقيم والشرج ولا ايه؟
لا، جرثومة المعدة دي من البكتيريا اللي هي النافعة جوه المعدة، لما بتنشط جرثومة وتعمل المعدة؟ دي من البكتيريا النافعة جوه المعدة، لما بتنشط وهي عندنا كلنا، لما بتنشط وتبقى ضارة نبتدي ناخد علاج. انما مش كل واحد ايه ما دام ما فيش اعراض ما فيش يعني ما تاخد ما يعني العلاج غير ضروري بالنسبة له. بس هي ملهاش دعوة بنزيف الشرج والكلام ده كله، هي ممكن تعمل يعني قرح معقولة في الجرثومة المعدة. ما تعملش علاقة بالنزيف ما انا الشرج؟ هقول لحضرتك تعمل ايه، هي تعمل قرح في المعدة تؤدي الى نزيف دم مختفي او حاجة يظهر في الايه في التواليت في البراز. يعني يعني دي من ده لما تكون ده اتأخرت في علاجها ونشطت جامد جدا 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 وقت خلاص يعني. طب ليه بيجيلنا اتصالات كتير يا دكتور تقولك انا اخدت كم مضاد حيوي لجرثومة المعدة ومفيش نتيجة، لدرجة فعلا الآلام ابتدت تزيد عليها وابتدى يتأثر فعلا الشرج والقولون وابتدى يتأثر من الأدوية بتاعتها من المضاد الحيوي الكتير؟ المضاد الحيوي، لانه في بعض اغلبيه مضادات الحيوي بتعمل اسهال، وبتعمل كمان ساعات في بعض المضادات الحيويه بتعمل زي تقشير في الجدار بتاع القولون، فممكن ايوه تعمل نزيف. ايوه فديت من الحالات اللي هي بتبقى فيها ريزيستنس، ونزلوا علاج للكلام ده جديد يعني يعني برضه نزلوا حاجات جديدة للي هي الناس اللي بتعاني. بس هي مكلفة شوية، بس نزلت في حاجات بس جديدة طب نزلت يعني يعني. على احسن، ما هو لو حسب ان هو كمل المضاد الحيوي اللي اشتراه واخده تأثيره على القولون والمعدة والمستقيم والكلام ده كله، ما هتبقى هي نفس النتيجة اللي بتاع سعر الدواء بتهيألي. طب الدواء ده بيتاخد على طول بقى يجيب نتيجة فعالة لا ولا لا لا لا، لازم في البداية؟ بيتاخد فترة معينة ايوه وبيقف، وبيتعمل بعد ما بيقف اسبوعين تيست وبتبقى نيجاتيف، ما فيهاش مشكلة يعني. ماشي. في دي حالات ريزيستنت وليها علاج برضه ما فيهاش مشكلة. ارجع تاني يا دكتور، والشيء الاهم والاصعب علشان برضو نحذر منه الناس ونقدر ان احنا نفيد في الحلقة النهاردة، موضوع امراض اللي هي القولون القولون وبالذات والحاجات اللي هي بتاعت نزيف اورام. الشرج ايوه والاورام. ونزيف ايوه الشرج كده. بصي، اول حاجه يحس بيها العيان دي الاعراض بقى. الاعراض، زي ما بقول لحضرتك كده، تشينج في الباول هابت. يعني ايه تشينج في الباول هابت؟ يعني انا كنت كويس كل 24 ساعه، دلوقتي شويه اسهال شويه امساك شويه اسهال شويه امساك. الباول هابس بتاعت مش متظبطه، ده الارم ان انا اروح اعمل ايه فحوص، يعمل التحاليل اللي هي اللي بقول لحضرتك بتاعت الاستول ديت، يا هتديني ايجابيه هروح اعمل منظار على طول، يا يعني حسب ما الاقي. ده اول عرض بيجي. نيجي بقى للعرض تاني اللي هو بين جامد قوي في البطن، بينزلني المستشفى بالليل، وعملت سونار وعملت اشعه مقطعيه، مفيش حاجه في الكبد، مفيش حاجه في الكلى، مفيش اورام في الجهاز في الصدر، في الحاجات دي كلها. خلاص يبقى ده لازم ايه ادور بقى ايه اشوف القولون، هو ده اخر حاجه. اعمل التستات اللي هي التستات المعمليه بتاعته، واروح اعمل ايه المنظار حسب ما الاقي. تالت حاجه، صعوبه في الاخراج. يعني واحد مثلا جالي يقول لي انا بقعد ساعتين عشان انزل في حاجه سده فوق، ده منظار على طول ما فيهوش هزار، لان ده اللي هو يبقى عنده امساك شديد. امساك شديد، بيقعد ساعتين في التواليت وصعوبه كل مره بعيط وانا جوه. فيعني ده بيبقى غالبا بتبقى حاجات اورام في المستقيم تحت سده او حاجه، ودي شفناها كتير جدا. ناخد منها عينه، وبعدين لازم نفرق بين اورام المستقيم اللي هو تحت اللي هو قبل فتحه الشرج، واورام القولون. طب ممكن تقول لنا الفرق بينهم يا دكتور؟ معلش، الفرق بينهم هيبقى في الجراحه. اورام المستقيم في الجراحة. في الجراحه هيبقى اورام المستقيم، يعني دي انا ما انساش في بنت صغيره شفناها لسه ورم تحت في المستقيم. لو في وسط المستقيم بشيل الجزء اللي حواليه وبشيله وافتح فتحة لمدة شهرين ثلاثة دي في صعبة الجنب، دي. وبعد دي سهلة وبسدها بعد 3 اشهر وتمشي الايه الامور عادية.
لو قريب من فتحة الشرج، او المستقيم ده عبارة عن زي بالونة ايوه زي كده البالون. واخرها فتحة الشرج، فلو قريب من فتحة الشرج ما انا لازم وانا بشيل الماس ديت بيبقى فيه سيف مارجن، يعني مجرى. حتة يعني حتة آمنة حواليها، حتة سليمة يعني، عشان ما بقاش ايه يعني اخد حذري من الورم ده. فدي الحته السليمه اللي حواليها اللي هي فتحه الشرج، هتشيل فتحه الشرج يبقى العمليه هتبقى سهلة. مفتوحه. مفتوح. مفتوحه. فدي عيني اتحكم عليها ان ده تتشال وتتفتح مدى الحياه، وسن 30 سنه. سنها دي صغير كانت قوي كارثه يعني، شفناها كارثه، واخده بال حضرتك؟ ف دي كده قاعدة في البيت ما تقدرش تتحرك. مفيش وملهاش حل تاني، لازم دي طب تتشال دي بقى ولازم كانت ليها أعراض يا دكتور؟ يعني دي كانت بتعاني من حاجات وأهملت دي كانت لغاية ما بتعاني وصلت من المرحلة دي صعوبة في في التبرد الإخراج؟ جامدة جدا، مع سبوتنج شوية نزيف بسيط من البراز، طب قلت معلش. لها نقط بسيطة ومش مستاهلة أيوه وهزار أنا بقى عايزة أرجع للنقط البسيطة، وبالذات زي ما حضرتك قلت لنا في البداية إن يا إما تبقى نقط واضحة دم أحمر باين، يا إما تبقى نازلة دم في ال مختفي بيتشاف آه بالميكروسكوب. بالظبط، يا إما أو بتغير لون البراز نفسه، يعني لون البراز يبقى زي غامق اسود أسود. اسود، آه ده بالظبط اسمه دم مهضوم بيبقى نازل من فوق أيوه. واتهضم فبقى اسود، لكن اللي هو اللي في الشرج دوت اللي أو قريب من المستقيم تحت ده في القولون على طول يبقى بينزل لونه قريب، أحمر، بيبقى يبقى ينزل في الحمام كده لانه بشكل ما واضح. اتعرضش للانزيمات الهاضمه اللي هي في الامعاء الدقيقه بالظبط. والمعده والحاجات دي. فكان بينزل وما كانش بتحس بأي ألم وهي قاعدة؟ أصل ديت بينلس، كل بيبقى بينلس، مش ياه ما بيرى. بيبقاش. ما هو لا ده القاتل الصامت وده اللي للأسف. بيخلي هو العيان ما بيجيش الا حاجه بتوجع، أيوه اللي ما بيوجعش ده خلاص ده بسبب قالك دم ده بسيط ممكن يا عم. بسبب الإمساك. هي أكيد كلمة شائعة دكتور معلش، أصل أنت عشان ما دخلتش الحمام بقالك كذا يوم فهو ده. او شرخ، هتقول لك شرخ أيوه شرخ. البراز نازل ناشف عمل شرخ أيوه او شويه بواسير او صح يعني صح بيبقى ايه بنجي من واخدينها بولات. أيوه صح ولذلك اغلبيه الجراحين دلوقتي يقول لك لا معلش في نزيف وفي بواسير، بس يعمل لي منظار شوف لي الدنيا فوق شكلها ايه. ده الأحسن. ده اللي ده الجراحين الكويسين قوي بيقول لا اعمل منظار قبلها، مش ممكن في حاجه تانية فوق، وانا هعمل لك البواسير سهله مش صعبه، بس ممكن يكون حاجه تانية فوق فنتأكد قبل ما نعمل العملية. المنظار الاستكشافي ده يا دكتور اللي احنا بنسميه استكشافي دوت ممكن في ساعتها بتعمل اجراء عملية ولا لا؟ لو حاجة ممكن بسيطة يبقى داخل استكشافي واقلبه علاجي في نفس التوقيت، في نفس التوقيت. يعني مثلا لو حاجات لحمية، بسيطة. لحمية هشيلها بنفس التوقيت، بركب الجهاز بتاعها واشيلها. في بعض الحاجات بكويها، بيبقى فيه أوعية دموية مكشوفة بطول القولون كله نسميها تلانجكتيزيا، بتتكوي بحاجة مادة اسمها الأرجون بلازما فوتوكواجوليشن، بكويها على أساس إن هي تنزف بسيط، لكن أما مكويها ما بتبطل النزيف. بتبطل نزيف. ودي برضو من الأمراض اللي هي المناعية برضو رخمة، مش من آن لآخر بتيجي بطول القولون، بيبقى الجدار رقيق بيبين الاوعيه الدمويه بتخر، ايوه وده مرض بتبقى ضعيفة. مزمن ورخيق ورخم. ده يعني المريض ده يا دكتور هيضطر ان هو كل شوية كل فترة. طب ده ليه كل اعراض؟ شويه بيجي يعمل منظار طيب. قولوني ويكوي وينقل دم كمان، ينقل دم عشان بيبقى فيه بينقل نزيف دم. داخلي. ده الهيموجلوبين بتاعه بيبقى ضايع ما طبعا. لان بتنزف بسيط، بسيط بتنزف الاوعيه الدمويه، بس دي الجدار ده بتنزل ضعيف داخليا. جدا والشرايين طالعه لبره وبتنزف على طول. طب المرض ده منتشر يا دكتور عندنا في مجتمعنا موجود شوية؟ مناعه بس يعني ايه بننسب طبعا اقل من الاورام ومن اللحميات والحاجات دي، بس موجود يعني معقول الأورام موجود واللحميات وعندنا حالات أكتر؟ منه. نعم الأورام واللحميات أكتر؟ اكتر كتير لحميات، اكتر نمره واحد وبعدين الاورام وبعدين المرض ده. طب مقارنة اللي هو الشرق الأوسط، يعني مقارنة ببره يعني أوروبا وكده، احنا ايه فين من الحتة دي؟ اورام المستقيم والشرج وال احنا الكلام ده ما كانش عندنا زمان، يعني اه اول ما اتخرجنا الكلام ده ما كنا بنشوفه نادرا، اللي ايوه هي الامراض اللي هي القرح بتاعت القولون والكلام ده، وبره كان منتشر جدا.
الكلام ده منتشر يعني، حالاته كتيره بره. ما هم اللي صدروا لنا البيبر، وهم فانا اللي دلوقتي صدروا لنا كل بعد حاجه ما في الانفتاح بتاع الدهون الجانك فود والحاجات ديت، العمليه دي زادت جدا جدا جدا. يعني احنا مش بنقول يا جماعه بنحرمكم من الحاجات دي، بس احنا بنقول الاعتدال، ان انت تاخدوا الحاجات دي بس ك كده يعني كل فين وفين، يعني ما يبقاش دي. ده في امهات يا دكتور اعتمادها الاساسي وكلي لاولاد على ده، يعني تقول لك انا بشتغل، ايه انا لسه هقف اطبخ، انا في الحر دوت اعمل اكل ازاي. ده في اولاد يا دكتور مش متعودين على الخضار، الحاجات بقى الطبيعيه اللي هي الباميه لا 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 والملوخيه. لا لا دلوقتي يقول ايه ايه الاكل ده؟ ايه الاكل اللي ده والكوسه لا 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 اللي هي كلها حاجات بتعمل تليين طبيعي. ما هو ده كله الياف بينشف لك في القولون يعني، يعني كمان بيبلع بالبيبسي ده بيهرس المياه الغازيه دي بتاعت قصه تانية القولون. خالص، اللي اذا كانت طالعه ولا فاتحه ولا يعني جرفان. الصودا دي كمان بتقرف القولون، وما بياكلش الخضروات والفواكه اللي هي تمشي الامور، واخد بقى على المشويات والمش عارف ايه والكلام ده. والمشويات في حد ذاتها اساسا دلوقتي اكتشفوا انها غلط جدا، اللي هي بتاخد الفحم والادخنه بتاعت الفحم دي منتهى الخطوره. فيها حاجات توكسيك وفيها حاجات كويسه، مش كله يعني، بيبقى فيه جزء صحي الحاجات علشان انها الناتشرال اه بتاعتنا كويسه، لكن الحاجات اللي هي الارتفيشال اللي هي معموله بالطريقه اللي احنا بنقول تدخين خشب عشان ناخد ايوه الريحه والكلام ده ايوه كله. عشان ايوه، فهو ده بيبقى ايه، في بعض مواد توكسيك بتتحول لمواد سامه يعني. بس بعد كده لما بنخش بنقول لحضرتك ان المنظار تشخيصي وممكن نقلبه علاجي في نفس اللحظه، يعني لقيت انا الاوعيه الدمويه ديت بخش اكويها وبطول القولون وايه واقفلها على اساس ايه، لقينا مثلا زايده لحميه بنشيلها بالظبط. بنشيلها ونكوي مكانها او ندبس مكانها او حاجه، لقينا ماس بناخد منها عينه ونبعتها الماس دي اللي هي اورام يعني؟ اللي هي الاورام باخد منها عينه وابعتها لمعمل التحليل يقول لي دي درجه اولى ثانيه ثالثه حسب كده، وابعتها للجراح يتعامل معاها. الاورام اللي هي فوق القولون اللي هي فوق بقى فوق المستقيم، نسيت اقول ايوه لحضرتك عليها، اللي هي فوق المستقيم ديت بتعامل معاها بقى كجراحه، بشيل جزء من هنا سليم وجزء من هنا سليم وهي في الوسط كده اهوت، بشيلها ولحم عادي خالص والدنيا ماشيه مفيش مشكله، ما عملش الفتحه بتاعت اللي هي بتاعت الاخراج. الجنب دي الاخراج لا ما بتتعملش. طب ده فكده احسن. بقول لك البوزيشن بتاع الماس نفسه بيختلف في الجراحه، لو في المستقيم غير في القولون. غير في القولون قولون طويل هشيل منه بالظبط، حته من هنا جزء حته من من هنا هنا ومن هنا عايز اشتغل. ولحم تاني وخلاص وانتهت القصه على كده. لكن المستقيم اصعب المستقيم هو اللي ايه المشكله عشان حجمه وتواجده، وكمان العمليه اصعب والعمليه بتبقى عشان اصعب كمان بتاعته. فتحه الاخراج، فانت عشان حضرتك فتحه بتحترم جدا الاخراج الحته دي. لان دي صمام. صمام بيفتح وبيقفل مجرد اي لعب احنا فيه. بنتحكم فيه يعني، بنتحكم انه ايه مش عايز دلوقتي ايوه بتحكم صح فيه، واخد بال حضرتك؟ طب ده لما افقد الصمام ده يبقى الدنيا مفتوحه. ده مسكين ده ما عرفش ينزل الشارع حتى. ايوه البنت اللي حضرتك حكيت لنا عنها يعني طبعا يا عيني مساكين تبقى يعني، واخد بال وسنها حضرتك؟ صغير 30 سنه. ما دي من ضمن المقاس الواحد شايفها في السن الصغير قوي دوت. عشان كده بنقول يا دكتور التوعيه ودورنا احنا ان احنا نفهم الناس، يعني مش حاجه بسيطه دم تقول لا ده شرخ، ده مش عارفه ايه، لا ده انا عشان جالي امساك. احنا بندي لنفسنا مبررات لغايه ما بنوصل لمراحل متطوره. سبوتنج من الدم في البراز منظار قولوني فورا طب مفهوش. ليها ارتباطها بامراض تانية؟ مثلا مريض السكر دايما الشعيرات دي يا دكتور دايما بنقول له انت خلي بالك، انت اي حاجه زي كده ابقى كير يعني حاول ان انت تحافظ، وبالذات ان برضه عنده مشاكل القولون وارتجاع المريء وكل الكلام دوت يعني متبهدل فيه يعني. مريض السكر بيبقى الحركة بتاعته سلو بطيئة. بطيئة ايوه وعضلات القولون ضعيفة، فممكن تعمل تكهفات، وممكن تعمل تكهفات دي بقى نسيت اقول لك عليها، انها ممكن يخش جواها براز، هو ده القولون ماشي كده والتكهف طالع كده زي البالونة الصغيرة حوالين القولون،
ممكن يخش فيها براز وتقفل عليه ويتحجر البراز ده جوه القولون جوه القولون جوه، لا جوه التكهف ده، ده جوه التكهف الكهف ده اللي اتعمل، وينتفخ، وبرضو بقى شفنا حالات فيها وينتفخ ويقطع الايه الاوعية الدموية وتنزف، برضو من ضمن اسباب النزيف الشرجي. طب ده مرض يا دكتور ولا لا؟ دي بسبب بطء ده حركة بيبقى امال ايه؟ بيبقى السن عامل، وبيبقى في حتة وراثية ان القولون عضلاته الجدار بتاعه ضعيف، وبيبقى برضو في نوع من الايه عادات الغذاء الغلط، العادات الغذائية الغلط اللي هي الشطة والبقوليات ايوه الزيادة، اللي هي حاجات بتاكل السبايسي، الجدار الجدار نفسه فبيضعف فبيوصل للايه للمستوى دوت. تخلي حمض المعدة يشتغل بزيادة ويبقى العصارة ايوه بتاعته صعبة، تحرق تكوي أساسا الجدار نفسه. بالظبط كده، فزي ما بيقولوا اتهرى. أيوة يعني فايه، فدي برضو من ضمن الحاجات وبتعمل دي امساك صعبة أوي. مزمن يعني. ابطن الناس ديت بنقول مثلا افتحها اعمل لها استكشاف، ده مسدوده، الست مسدوده، ايوه. ما بتبقى زي سدد طب ده ليه علاقه بالسن؟ اصل احنا كبار السن يا دكتور للاسف كبار السن، هي ليها علاقه بالسن، بالسن، السن اكتر. ايوه، عشان هما دي اكتر يعني في كبار السن المشاكل والازمات اللي بتمر عليهم الموضوع هم ده. دول بيبقى جالهم انسداد، ايوه وخصوصا كمان لو في هيستوري انها او انه عامل عمليات كتيره ليها يعني. علاقه طبعا عمليات التصاقات، الحوض يعني. التصاقات ايوه، اللي عامله ايوه سيزاريان 4 5 مرات وضربه فيها حته مراره وضربه فيها مش عارف عمليه تانية اللي يبقى هي هم دول فيها الاكثر عرضة. سحيميديا، يعني عامله لها 7 8 عمليات. فطبعا الدنيا ملزقه، فملزقه دي تعمل انسداد، الانسداد ده وده بقى شيء طبيعي من نتيجة العمليات ما طبعا على طبعا فكرة. هي طبعا دي للأسف يعني نقدر نقول مخاطر العمليات أو مشاكل العمليات فيما بعد في هي المستقبل معذورة، هي والدة مثلا لازم. 3 4 مرات سيزيريان، وعندها اكياس مش عارف عملت ايه، ومرة مش عملت عارف شالت الرحم، فهي معذورة برضو في الـ في الـ يعني مش بمزاجها بتعمل العمليات دي. او يحصل لها ده نتيجة ده. فالانسداد دوت بيبقى ناتج من الالتصاقات بتاعت حصل، ما هو انت فتحتي وخيطتي، فتحتي ايوه وخيطتي، فتحتي الالياف نفسها بتضعف، بيحصل لها بتتعب بمور، وتلزق في بعضها، بتبقى وزاد عمليه لو بقى. عندها بقى سنة كمان. انت كمان حضرتك انت لخبطتي في التركيب التشريحي اللي خلقه بالظبط ربنا، طبعا، فتح ونعم وقفل، بالله. فتح وقفل، فتح وقفل، فطبعا الدنيا ما انتش شايفه بقى التشريح اللي الطبيعي. جوه. طب ليه علاقه برضو بالناس اللي عملت عمليات فتاق يا دكتور واللي بتعاني ما من هي مشكله هي فتاق؟ نفس القسم، نفس اصلا القسم، هي نفس القسم، هي كلها بالظبط. عمليات واخد بقى حضرتك بس، وبتاخد بقى معلش احنا بنتكلم في ادق الحاجات الطبيه ليه؟ برضو نعرف المشاهد نتيجه كتر العمليات دي ممكن ايه نتيجتها، يعني ما تقوليش بس لا انا لا العمليه كانت ناجحه، لا ما هي ليها توابع فيما بعد، وكتر العمليات دي كتر. عشان كده دايما كان زمان يقول لك اكتر ما تفتح بطنك اكتر من 3 مرات ده فيه خطوره، طبعا صح؟ طبعا ولسه لغايه دلوقتي يا دكتور الموضوع لغاية ده دلوقتي موجود هذا الكلام. اكتر من 3 مرات فيه خطوره. وممكن مرتين كمان يعني، مش الفكرة، هي الفكرة حسب حتى طبيعه جسمك. الالتصاقات حسب طبيعة الجسم بتاعك يعني، في فات كتير، ما فيش فات كتير، رفيعة، تخينة، عشان الدهون دي كمان ما عضلاتها بتخليهمش، ضعيفة. ايوه ما بتخليهمش يخيطوا كل الاجزاء، يعني سبب الدهون الكتيره لما بيجي يحصل فتحه او مثلا ولاده قيصريه او الكلام ده كله ما بيقدرش يخيط كل الطبقات دي علشان هيحصل مشاكل، صح؟ او بيخيطها بطريقه يعني ايه، يبقى يعني طبقه طبقه، المفروض تتاخد طبقه طبقه ايوه وتتاخد طبقه طبقه وبتاع، ساعات بياخدوها يعني ايه كده، على بعض. فدي بتزود كمان الصحه. ففي فبتزود طبعا في الالتصاقات. الحتت اللي هي مش اللي هي اللو قوي، في الحتت اللي هي النائيه والحتت ديت ايوه بيعملوا الحاجات دي. لكن مش لا لا متاحه لا في لا لا مش القاهره معتاد يعني. هنا، لا لا في بقيه المحافظات يعني ممكن طبعا. نقدر نقول الكلام ده. طب ارجع يا دكتور، احنا اتكلمنا اهو برضو بعض يعني مثلا مريض السكر برضو ممكن المضاعفات بتاعه الشرايين والكلام ده كله. بتقلل الحركة الديناميكية بتاعة القولون، بتقلل الإفرازات اللي هي الهاضمة والهرمونات والأنزيمات والحاجات دي، بتقلل الموتيليتي نفسها، بتقلل يعني ده ديليد
ديليد ايفاكيويشن بنسميه، ديليد ايفاكيويشن بتأخره شويه. بتأخر. طب حضرتك ذكرت كذا مرة كلمة عضلات البطن، عضلات البطن، يعني ليها علاقة برضو بتقوية عضلات البطن؟ يعني الناس اللي بتمارس رياضة نقدر نقول يقل شوية عندها المشاكل دي؟ طبعا. ليه بقى يا دكتور؟ ايه علاقة العضلات انت بالمنطقة دي؟ حضرتك بتشغلي الجهاز الهضمي في حاجتين، سيبك من الأدوية وسيبك من الكلام ده كله، حاجتين: السوائل كتير والرياضة. السوائل الكتير والرياضة. استني، واحدة ست مثلا كبيرة قاعدة قاعدة ما بتخرجش، هتلاقي الإمساك والانتفاخ ده يعني عندها الله يكون في حدث عونها، ولا حرج حدث ولا حرج، مش قادرة تنزل، طبعا يعني. واخدة بالك؟ طيب واحدة تانية صغيرة رياضية بتلعب جمباز، بتشقلب، بتعمل بتاع، الدنيا ماشية زي الفل. هو ايوه الجهاز الهضمي ايه؟ الحركة تخليه يفرز هرمونات، تخليه يفرز انزيمات يشتغل. طب ما فيش حركة قاعد، صح، طب خلاص حركة وقفت، القعدة يعني بتاعت واقفة، الرجل، رجل يعني الحركة بتاعتها واقفة، صح. طب هتفرز منين؟ فكلمة الرياضة حضرتك قلتها دي كلمة لا مهمة جدا حضرتك اللي يعني. ذكرتها كذا مرة، عضلات البطن، عضلات البطن، وكلمة انا ما اقدرش اسيبها كده في حالها ما هي بصراحة. عضلات البطن لما بتكون متحركة وفيها اكسرسايز وكده، فبتحرك القولون وبتخليه يفرز وبتخليه يعني في نشاط. انما واحد قاعد قاعد كده راقد كده 24 قاعد. ساعة، الله يكون في عونه في القعدة دي. هو ده كمان اللي هيخلينا نرجع تاني للمعدة وارتجاع المعدة ومشاكل المعدة اللي برضو يعني مشاكلها كتير وما هو بنقدر. سوائل ورياضة دول مهمين جدا دكتور ده بيجي لنا اتصالات، الناس بتيجي تقول، وفعلا انا عايزه اعرف برضو يعني الناس من كتر فقدانها للميه اللي بيبقى في الصيف عن طريق العرق، ماشي، ازاي مع ما طريق الحمامات السباحة. بالظبط، ازاي، والشمس اللي ماشي في الشمس لوحده والرطوبه العاليه اللي بتنزل وانت قاعد كده ما بتتحركش بتنزل عرق. ف السوائل دي المفروض يعني اكيد في الصيف ان احنا نشرب ميه اكتر بكتير من طبعا الشتاء. طيب عشان فايدتها بنفقد ايه؟ اكتر. بنفقد اكتر. طبعا ما بقول حضرتك واحنا قاعدين بس بنفقد العرق رطوبة عالية جدا، طبعا. فلازم اعوض دوت عشان ما اخش في جفاف تمام. او اخش في ضربة شمس وشغلانة هتبقى فيها مشكلة. وبرضه ده بيؤدي ان المستقيم والحاجات دي كلها يبقى فيه صعوبة في موضوع ال طبعا طبعا. النهاردة جهاز هضمي جاف ناشف هيمشي الاكل ازاي عشان ينزل البراز التواليت والكلام ده ازاي؟ هيبقى واقف زي الحجر زي الطوب ده. يعني كبار دول، التمثيل. بالظبط. انا فاكر ان يعني واحده نزلها في التكهفات دي كان عندها طوب، طوب زلط زلط زلط. معقوله جوه في التكييف اللي حضرتك كان قلت عليه بيفتح ده السنه؟ التكييف وينزل زلط، واحنا بالمنظار ياه. وبكيميكالز بقى، يعني عملناها كمان بكيميكالز ان تتفتت ده مش هينزل لوحده كده، يعني تدي حاجه كيماويه كده، ايه، ماده كيماويه كده تفتت هذا الكربونات والحاجات ديت يعني، واخده بال حضرتك؟ فطبعا ده والله بيبقى زي الاسمنت. يا نهار ابيض. صعب طبعا. يعني. طب عايزه ارجع يا دكتور لبعض الاكلات، وبالذات ان في ناس مثلا تيجي مثلا وقت الجوافه تقول لك لا انا اقلق من البذر ده، مثلا التين البرشومي، او الشوكي، الشوكي، سوري، الشوكي. التين الشوكي البذر بتاعه يقول لك لا انا بخاف اكله عشان خاطر البذر بتاعه. يا ترى الحاجات دي برضو للناس اللي عندها مشاكل او الناس العاديه ممكن تسبب لها فيما بعد مشاكل؟ ممكن الكلام ده بيتجمع تحت عند المستقيم وبيعمل قفلة. ودي يعني لينا واحدة، دي كانت في قصة برضو، واحدة ست قعدت احلى حاجه تاكل ان حضرتك بتقول معلومه بنماذج حيه. حقيقة والله، واتعملت يعني. ايوه احنا مصدقينك الست عشان ده، دي عشان حضرتك اكيد عن مرض ده. الست دي قعدت تاكل لب لب بقشره، قشر اللب ده خشب، ما بيدوبش وما بيمتصش، مرض. خشب. العصاره بتاعت المعده ما تقدرش تهضمه. داني تاكل 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 تاكل، وبعدين ايه جات لي انا بقعد ساعتين، ما قالتش بقى لا لب ولا كلام من ده، طبعا الكلام ده طبعا ده انا بهزز مش لب، على دماغها اقول لك انا اكيد. بهزز لب يعني، يعني انت عايز ايه يا دكتور؟ ايوه فانا عندي صعوبه جامده. طب خدي ده كده يلين لك، خدي ده يحرك لك القولون، وخدي ده تعالي اسبوع تعالي. يا دكتور انا بعيط. من رغم الملايينات والتمارين كل ده. كل ده ما اعرفش على اللب حاجه. ايوه
بس المهم ايه، قلت لها خلاص يبقى ايه، هنعمل منظار، ربنا يستر ما يكونش في حاجه ايه سادة. سادة. فدخلنا بالمنظار انت كسلت. لقينا طوبه، قلنا يمكن ماس ندخل فيها البتاع، ان ناخد منها عينه طوبه مش ما بتاخدش، وبعدين قريبه. فابتدينا نجيب جهاز كده نوسع سنه كده، وان ايه تسحبه. نشوف على الفيديو كده، لان حاجه زي متجمعه على بعضها، عارفه لما قشر لب كده يتجمع على بعضه زي كتله، ايوه حاجه حلوه. وعليه لا مؤاخذه البراز بقى اه والقرعه. يعني انت مش شايفه ان ده قشر لب اصلا. طبعا. وبعدين رحنا جايبين جهاز كده شادين الكلام ده بيه، الست بقت استيريو. يا نهار ابيض. ايه ده محجر. الواد اللي بيبدأ فتح البتاع ده كده لقاه قشر لب جوه وبتاع فقلنا له هي كانت واكله لب، قالت لها فاكره يا ماما لما قعدت تاكلي بتاع دوت قرطاس اللب كله بقشره من شهر، يا نهار ابيض. وما قالتش دي في الهيستوري خالص، فاكره. فدي فيعني بقول لحضرتك بتشوف حاجات لا بس كويس ان حضرتك بتذكر النماذج دي، عشان لو حد فعلا في العاده دي او بيمارس هذه العاده يعرف ان مخاطرها كبيره جدا. يمكن ربنا سترها مره اتنين، لكن ممكن التالته للاسف ما يسترش عليها. فانت بتقول بقى التين الشوكي، بتقول الجوافه لو بالظبط. مش متصفيه من البذر ده ممكن الكلام ده برضو يتكون تحت ويعمل نفس الكلام. وبرضو بعض الفيتامينز اللي بتتاخد بدون عشوائيه دكتور، زي الحديد والكالسيوم والكلام ده، ممكن يعمل كده. الكالسيوم لو كتر قوي 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 هيعمل حصاوي في الكلى، ما هي حصاوي من الكالسيوم، كالسيوم مع اوكسالات. او يعني كان مره برضو في واحده ست اكلمك على المراره، ايوه. قعدت تشتكي من القولون، يجي مثلا كل عياده تيجي في مستشفى في عياده خاصه في بتاع القولون، خدي مش عارف ايه، ما توجعيش دماغنا انت كويسه مفيش حاجه. وبعدين بنعمل لها اشعه بالصبغه على المراره، هي شايله المراره اصلا. شايلها؟ لقينا حاجه كده سودة، دخلنا بالمنظار اللي هو بتاع ام القنوات المراريه، لقينا عقده خياطه وعليها مض بتاع المراره اللي هي العصاره المراريه زي الطحينه كده، ايوه وعامله زي ما تكون حصوه. طلعناها على انها حصوه، ايوه الواد المساعد بيفتتها كده لقيناها فيها عقده خيط جراحه مطرح الخياطه. مطرح الخياطة. ياه والست دي قعدت مثلا بتاع سبحانك يا رب. سنتين ثلاثه تتردد قولون قولون، انت عندكش وزي برضه اللي قعدت تبلع شعر، يعني اللي كانت بتقطع في شعرها. لا لا لا، ولا شعرها ولا حاجه، دي عقدة دي خيط. عقده خيط من خيط مطرح العمليه، مطرح العملية. من الحاجات سبحانك النادره جدا. النادرة. طبعا سبحانك يا رب. والناس بتعملها انها قولون، والست دي جت تدلع ما فيهاش حاجه لكن يعني للأسف هي فعلا. فبقول لحضرتك في حاجات بتبقى اكسبشن، لكن ايه بتشوفوها. نعم بتشوفوها. بنشوفها بس عشان تشخصيها صعبه جدا، ممكن العين يقعد مثلا سنه ولا 6 اشهر عشان يعني دي هتجيبيها ازاي، التشخيص زي ده هتجيبيه ازاي. بالظبط صح. وبالصبغه ويعني كل ما هو يعني انت يعني. تخدي اعملي بقى بالصبغه، طب اعملي بقى، ما هو يعني الست والست ماشيه في الابحاث يعني مفيش مشكله. دايما بتمتعنا بالامثله الجميله اللي دايما بتطرحها علينا وتقول لنا نماذج حيه فعلا جات لحضرتك. بجد اشكرك. الله يخليك. اشكرك شكرا. الوقت معاك بيبقى ممتع وبيعدي بسرعه الله جدا. يخليك. اشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد كمال زغلول، استاذ امراض البطنه والكبد والجهاز الهضمي. نورتنا وسعداء بوجودك. الله يخليك. شكرا. شكرا حضرتك. شكرا.